ومع السنة الجديدة دائما شهدت مختلف مقاطعات الجزائر العاصمة انتشارا واسعا لعناصر الأمن منذ ليلة أمس ضمن المخطط الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني الخاص باحتفالات رأس السنة. وتم تزويد عناصر الأمن بالعتاد التقني مثل أجهزة تنقيط محمولة المعروفة بالبيدية وأجهزة كمبيوتر محمولة للكشف عن الأشخاص المبحوث عنهم والسيارات المسروقة. وحسب الملازم أول للشرطة بالمحي محمد رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فقد تم اعتماد خطة أمنية محكمة برفع تعداد الدوريات ونقاط التفتيش والمراقبة، وذلك لضمان سلامة المواطنين والأماكن العامة المعروفة بتردد الأشخاص إليها لغرض الاحتفال بنهاية السنة. وفي هذا السياق رافقت قناة البلاد جانبا من المداهمات المبرمجة من طرف مصالح الأمن الولائي للعاصمة عدة نقاط معروفة كأوكار للإجرام وانتشار الفسق والدعارة وبيع المشروبات الكحولية بطرق غير شرعية. في إطار المخطط الأمني الذي تم تصديره من قبل أمن ولاية الجزائر والذي تم تطبيقه من قبل مختلف الفرق العملياتية، تم أسفرت النتائج عن اليومين الأخيرين لعمليات الشرطة والمداهمة عن مراقبة 1603 مركبة وتنقيط 1932 شخص، أين أسفرت هذه العمليات على توقيف 12 شخص محل بحث في مختلف القضايا و40 شخص متورطين في قضايا مختلفة مثل قضايا حمل الأسلحة البيضاء وحيازة المؤثرات العقلية.